اما فنان كبير، فنان طاير، فنان يعمل الشطحه، يعمل برشا حاجات الفنان هذايا. حسين الدوس معانا في التليفون. حسين اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالنسبه لنا. يعطيك الصحه حسين. ساعه قبل كل شيء شنحوالك؟ واحنا كشديناك تتصور في كليب ولا حاجه كيما هيك، واحنا خديناك هيك على غفل. لا افيك غون بليزير. انا تويك سمو قاعدين نحضروا في التغنيه دي تي. ايوه قاعدين نحضروا في العربيات نتاع الصيف. ايوه قاعدين نحضروا بالحق من رمضان لتوا الحفلات اللي باش يجيو في الصيف. ان شاء الله ربي ان شاء الله معناتها يتعدي والصيف مزيان، ان شاء الله العباد يعجبهم السبكتاكل الصيف اللي يتعدى في الصيف. باهي توا اللي في بالنا بيها حسين دوس، مهرجان بنزرت الدولي، مهرجان قرطاج الدولي، ومهرجان جم للموسيقى السيمفونيه، جم الدولي للموسيقى السيمفونيه. هذوما ثلاثه عروض اللي في بالنا بيهم واللي هبطوا ديجا البرمجه نتاعهم. اي اما جوستومون لا تغني تبدا من 11 جويلي. عندنا افتتاح مهرجان نابل الدولي، بعديك عندنا دقه دولي زده، وبعديك جوستومون نمشيو نرجعوا لبنزرت المهرجان بنزرت الدولي 21 جويلية في بنزرت، وبعدين كنمشيو للجم 24 جويلية في الجم، وبعد نمشيو لكارتاج أول مرة باش نغني في كارتاج 4 أوت إن شاء الله، وبعد نمشيو زادا لجربة. جربة نحبها برشا زادا البلاد، وإن شاء الله نعملوا حفلة سبكتاكولير في جربة، وبعد نمشيو لفرقة وقليبيا وبرشا بلايص في تونس. باهي البلايص اللي قلتهم الكل. انت ساعة اصيل ولايه المنستير وعشت برشا في سوسه، عليه ما راوكش في سوسه في المستير حسن؟ والله ان شاء الله بدات قاعدين ممكن اداره الاعمال نتاعي قاعد تحكي مع سوسه ومع مستير، وانا بالعكس انا معناتها نحب نم انها نحبذ نمشي سوسه نمشي مستير خاطر اهلي وناسي غاديكا. ماك تعرف فما مفاهمات فما تعاملات فما برشا حاجات، اما انا بالعكس قاعد ندز ونعمل باش ان شاء الله الحفله هذيا اللي هو اسمه كرنفال حسين دوس يوصل المستير يوصل سوسه باش نفرحوا اهالينا الكل ونوريو واش عندنا طاقات قويه. وجسبه بالمناسبه نحب اقول للجمهور الكل اللي انا باش جوي دونسي سيغ سين سيتي معايا 10 دونسوريت دي دونسور، معناتها حضرنا دي كوريغرافي كبيرة، عندنا ميزون سين كبيرة برشا في سنتين، عرض كبير اسمه كرنفال حسين دوس، معناتها إن شاء الله يكونوا في المستوى، وأنا بالعكس نحب نمشي للمناطق الكل والبلايص الكل في تونس، باش نعطي الحب للناس الكل اللي في بلادي، وفوالا إن شاء الله يكونوا في المستوى. حسين أنت اختياراتك الموسيقية هي بدايتك بون خلينا نقولوا الغناء الأوبرالي، وظفته بتريكنو بحاجات تونسية بحاجات تعمل 66 كيف بحاجاتنا اللي نحسوها احنا تونس، وخرجت الطاير هذايا. خلينا نقول أنا معناتها نحب نقول كلمة طاير خاطر معناتها حسين الدوس أمون أفي معناتها ورأيي أنا كيما برشا رأي نتاع تونس أنه طار بالموسيقى الأوبرالية التونسية. هو صحيح بالحق، هو معناتها قرايتي هي الاوبيرا، قرايتي هي لا ميوزيك نوبل، قرايتي هي معناتها هو كيقولوا اوبيرا معناتها لاغ كومبلي باغ اكسلونس اللي فيه تياتر معناتها المسرح والرقص والغناء والطاقة الصوتية والحكاية والدراما وكل شيء، هذا كل موجود معناتها عندي. أما أنا حبيت زادا جو لو بارتاج ونعديه ونوريه للتوانسة الكل، و وسورتو غنيتي زادا من قلبي معناتها عطيتهم للتوانسه الكل غيان كو باش نعطيو صوره جديده للموسيقى وباش نطوروا في الموسيقى نتاعنا، وباش علاش لا زادا نوريو اللي احنا في العالم، نوريو اللي احنا عندنا موسيقى تونسيه نجم تكون مواكبه للعالم الكل وما ماهيش بعيده على العالم، وهذا هو الطموح نتاعي. حتى في الشو نتاعي نحب نركز على اللي فما لبسه كبيره معناتها فريمون خدمه على الكوستيم، مثلا صالح بركه لو غران كوستيميه اللي في تونس تويكا نخدموا على الكوستيم، كيف مهدي البحري قاعد يخدم على اللي على دونس، انا كيف افيك مي ميوزيسيان قاعدين نخدموا على الموزيك، معناتها هذا كله حابوا نبدلوا صورتك الشونتور جوست يقف كوستيم ويغني وراه فرقه وكهو، حاب نوري اللي احنا نجموا
معناتها نعملوا الشو كومبلي 100% تونسيان تونسي 100%، ونمشيو زاد للمناطق الكل والعباد يشوفوا السبكتاكل معناتها فريمون، معناتها اللي فيه دانس وتياتر وحكاية ودراما ولبسة وإضاءة ولوميير، معناتها أبار لافوا أبار الغنيات أبار كل شيء، نحب نوري ديما الخدمة